الدوار غاليه، كنا سكان الدوار غاليه، دابا ولينا خويا متشردين في الشارع. انت بحال شي لاجئين داخلين من شي بلاد، ولينا محسوبين بحال هكاك. تهنى في بلادنا وتغتصبت الكرامه ديالنا، تهدموا لنا بيوتنا. احنا عايشين من اليوم من البارح وحنا في الشارع، حوايجنا والدينا ولادنا خوتنا كلشي عايش في الزنقه، ما بقيناش عارفين ريوسنا واش حنا مغاربه ولا لاجئين. تعذبنا فوق من القياس هاد البلاد، دراوش ما عندناش مع المشاكل، ما عندناش مع الصداع، ما عمرنا دوزنا الحال في الدرب نقي. نسبة الإجرام عندنا في هاد الدرب هذا صفر، ما عندناش الإجرام كاع، الدراري كلهم دراوش. ما بغينا حتى شي حاجة، كنا كنطالبوا بحقوق اللي هي شرعية، كنقولوا نعم للدستور، حيت الدستور كيضمن لينا السكن اللائق المرتبط ببيئة سليمة، تيربط لينا كيضمن لينا التعليم، كيضمن الصحة. حنا ما شلنا حتى شي حاجة من هادشي كامل، تنديروا ديك نعم للدستور وما تنستافدوا من حتى شي حاجة. تنقراوا الدستور تنقراوا فيه الحقوق ديالنا، ملي كنجيو للتطبيق ما تلقاوهاش. ما بقيناش عارفين ريوسنا واش حنا في المغرب أولا في شي بلاد أخرى. ومن هذا المنبر كنقول لجميع المسؤولين على راسهم رئيس الحكومه السي العثماني، وتنقول لجميع البرلمانيين وجميع المنتخبون اللي حنا اللي صوتنا عليكم وحنا اللي درناكم باش تكونوا مسؤولين، وهذا هو المصير ديالنا حيت صوتنا عليكم. في الاخر كنوليو متشردين عايشين في الشارع، بركه عليكم ما تنهبوا فينا، بركه. اش بغيتوا؟ واش بغيتوا الصداع في هذه البلاد؟ واش بغيتونا نخرجوا للاجرام؟ ما نخرجوش للاجرام، ما غنخرجوش وغنموتوا، ولا غنتقتلونا غنموتوا شهداء في هذه البلاد. اللهم ان هذا منكر، اللهم ان هذا منكر. مني كتلقى رجال كتبكي راه لا حول ولا قوه الا بالله، عايشنا في الزنقه ما عنديش باش نكري، فين ندي دارنا؟ فين راه بزاف عنا مشى واحد؟ عشومه هادشي اللي كنعيشوا في هذه البلاد، والله عشومه. راه عيب هذا الشيء، هذا ما كيبغيش الله. الله كيقول لك اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمه، وانتم كتظلموا فينا راه حشومه. إلا ما بغيتوناش في هذه البلاد، ما الطبقة الهشة ما رضيتوش بها، هزونا وحطونا في الحدود وغنعيشوا لاجئين، غتكون عندنا شوية الكرامة. لاجئ في الحدود كيداروا ليه خيام وكتوصلوا الماكلة وكيوصلوا الماء، بين عشية وضحاها أصبحنا مشردين، حنا ولادنا وجيراننا وعائلتنا. هذا الشيء راه ماشي قانون أخويا، واش واحد دافع خاصو يريبوا ليه، وواحد ما دافعش خاصو ما يريبش ليه، احتدوا ليه معاينة ويمشيو معاه بالمسطره اللي غادي بها. حنا ماشي ضد الاستفاده، حنا باغي نستافدوا. حنا واش كرهنا نبقاو في الدمار اللي كيشوفوا فيه هما؟ ولكن حشومه راه عيب وعار، حسبي الله ونعم الوكيل. حنا كون جاو تحاوروا معانا وحصاونا وعطاونا استفادتنا كيف كادوا كاع المواطنين، وهنا الاحياء زربه وطومه نفس نستافدوا في نفس الارضيه في سيدي مؤمن، علاش حنا بالذات اللي تحقرنا وغنمشيو للمديونه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. عندي خوتي طاح من فوق، راه حشومه هادشي، راه عندنا جيراننا باتوا في الخلا هما وليداتهم، راه هادشي ظلم، راه 2018 والحقوق ديالنا مهضومه. 2018 حنا رجعنا للبداية، رجعنا للقانون الغابة. حشومة حشومة، عيب وعار باش نعيشو في 2018 ورجعوا للتخلف، يطبقوا علينا حل المستحق ويريبوا لينا ما كريم ما والو. حنا ماشيين في الزنقة ماشي حشومة. واش القيد والباشا والأعوان ديال السلطة يباشوا في ديورهم وحنا نباتوا في الزنقة؟ واش هذا حق؟ واش هذا الشيء يرضى به الله؟ راه ما يرضاش به الله، راه أمام الله يحاسبهم، وكل واحد عنده إيد في هذا الشيء أمام الله.